بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بداية لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر الحار إلى السيد جمال، الدكتور سيد جمال السعيدي، على دأبه والتزامه ووفائه بتنظيم هذه التظاهرة الدولية، هذا المؤتمر الرقمي إن صح التعبير، وهو في دورته الخامسة حول الأمن السيبراني وحماية المؤسسات من الاختراقات. والشكر كذلك موصول إلى السيد بدر القباج الصديق والزميل. قبل الجائحة ونحن داخل هذا المركز ديال القضاء يتم تنظيم لقاء بهذا الحجم تعالج فيه القضايا ديال بطبيعه الحال الامن السيبراني، ومعه بطبيعه الحال التكنولوجي نيميريك بصفه عامه. سؤال، علاش واش الدوله ما استفدتش من الترسانه القوانين ديالها؟ علاش ما استفدتش؟ علاش ما استفدتش مثل هذه اللقاءات؟ علاش هناك توصيات ترفع في كل مكان؟ علاش تم تجاهل هذا البحث العلمي في هذا القطاع هذا؟ لماذا؟ حتى جاءت جائحة كورونا لقينا عندنا واحد شريحة كبيرة من المغاربة يعانون الأمية الرقمية، لقينا كذلك عندنا مؤسسات عمومية وإدارية تعاني من الأمية الرقمية. الأكثر من هذا أن أساتذة المدارس ديال التعليم يجهلون باش يمانيبيولي لك غير البيسي ديال غير الحاسوب طلب الحرارة. بمعنى اننا الان في حاجه لمثل هذه اللقاءات، في حاجه الى تفعيل القوانين التي تم تصديرها على الاقل، وان كان كما اشرت الاستاذه ان قوانين ما زالت محاله على الفقهاء ديال القانون، ولم يتم البحث فيها بكيفيه يعني مدققه من طرف اخصائيين في القطاع في المجال. ما جينا واحد المرحله ديال التجارب، ولكن هذه القوانين على الاقل اللي كنا كنستنسخوا منها البعض منها من اوروبا ومن فرنسا، فعلى الاقل نفعلوا ما هو جاري به العمل. على اي مداخلتي ستتمحور حول الاعلام الالكتروني والعنف الرقمي، واعني بالاعلام الالكتروني اعني به الاعلام المهني كصحافه ومنصات التواصل الاجتماعي، وكذلك العنف الرقمي يعني به كل ما يدخل في اطار الجريمه والعنف والعدوانيه والسلوك العدواني. نحن نعلم ان مارشال ماكلوهان قد اشار ان اننا نعيش البشريه تعيش داخل قريه عالميه. هذه القرية العالمية هو كان من المفروض أن تكون على حسب أنها أدابت الحدود، وأنها ساهمت في تقريب المسافات، وأنها ساهمت في تدويب وكذلك عمل ديال لانتيغراسيون ديال لا كولتور اون جينيرال، كذلك تداخل الهوية. كل ذلك كان المفروض أنه يتم إدماجه ويعطينا واحد الوصفه ديال العمل الاجتماعي ولا السياسي ولا الاقتصادي يتماشى مع التطورات التي نعيشها اليوم. طيب، هل ممكن ان احنا نتحصل على الاموال باللمس؟ العملات الرقميه تسمح لك ان تحصل عليها باللمس. كل المطلوب منك شراء اجهزه تسمى اجهزه تعدين ماينينج، 4-5 أجهزة في البيت، خليها شغالة لمدة شهر، تلمس بعض الشاشات لمسات بسيطة، وأنت آخر الشهر عندك فلوس. فهذه أموال تستطيع أن تولد نفسها بنفسها دون عمل ودون تجارة. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أنها مطروحة في الأسهم، أي أنها تباع وتشترى ولها السهم له صعود وهبوط، ويمكن تفسيره بقوانين فيبوناتشي. بالمناسبة فيبوناتشي عالم إيطالي، والرجل هذا عمل متتالية هي اللي بتحكم سعر صعود وهبوط الأسهم.
الجانب الثالث في هذه العملات انها خاليه تماما من الضرائب. انت بامكانك تملك رقم مكون من 36 خانه عشريه ولا تدفع شيء لاي دوله او لاي حكومه. وفي نفس الوقت انت قادر على تحويلها حول كوكب الارض. الاموال العاديه في حال تحويلها انت مضطر تضع اثبات شخصي بطاقه او جواز سفر. هذه الاموال لا تدخل باسماء ولا تخرج باسماء، هي تدخل برقم متسلسل سيريال نمبر وبتخرج بسيريال نمبر. فممكن اللي ارسلها يكون شخصيه شهيره او شخصيه خطيره، انت مش عارف. الموضوع تماما مجهول. وما يساعد هذه العملات على التنقل الاف السيرفرات او خوادم الحواسيب منتشره حول العالم ومرتبطه مع بعضها البعض. عالم فوضوي تماما، بعيد كل البعد عن سيطره القانون او حتى تنظيمه. العجيب في هذه العملات باعتبار انها ليست لها قيمه حقيقيه اصلا الا انها تعرضت لكل الظواهر اللي بتتعرض لها التجاره التقليديه، زي مثلا شيء بيسموه بالانجليزيه ماركت راش، وفي ماركت ران اللي هو تدفق السوق وتدفق المال وهروب السوق وهروب المال، وهذا حدث في البيتكوين. في بدايه البيتكوين صعد صعود رهيب جدا، كانت قطعه واحده من البيتكوين كفيله بانها تحولك من شخص عادي الى شخص ثاني. اختيارها بعنايه. ساقوم بدوري كما قامت صديقتي العزيزه الدكتوره بشرى عند مناقشتها للجريمه الالكترونيه على اعطاء نظره تاريخيه على تطور التشريع في هذا المجال. فالمغرب انخرط في السياق الدولي المرتبط بالامن السيبري، وقد سبق الاتحاد الاوروبي المنتظم الدولي في تنظيم هذا المجال عندما صادق اعضاءه في 23 نوفمبر 2001 على اتفاقيه بودابست للجرائم السيبيريه. هذه الاتفاقيه هي التي تحدد لنا تعريفا للجرائم السيبيريه ونطاق هذه الجرائم، وفي خلال التطور والنقاش الذي عرفه المنتظم الدولي من خلال الجمعية الدولية للحماية والأمن السيبرياني ظهرت ثقافة جديدة لدى الحقوقيين والقانونيين والخبراء في خلق نقاش لتوحيد المصطلحات. من الأستاذة المشكورة أفاضت واستفاضت في الجريمة الإلكترونية، ولكن الجريمة السيبريانية تختلف بكثير عن الجريمة الإلكترونية. لذا قد نطرح إشكالا تقنيا، هل هناك فرق ما بين الجرائم المرتبطة باستعمال النظم الآلية ومعالجتها، وهناك جرائم مرتبطة بالمعلومات والمعطيات؟ ففرنسا لما وقعت في مشاكل مرتبطة باختراقات إرهابية لمجموعة من المواقع الحساسة صادقت سنة 2013 أو سنت قانوناً هو قانون البرمجة العسكرية وتعزيز أمن نظم المعلومات، فتبعتها الولايات المتحدة الأمريكية كذلك بعدما تعرضت لعديد من الهجمات الاختراقية، وسنت قانون يسمى قانون قواعد الحماية من التهديدات السيبريانية. وأمام هذه الموجة من تطور الجريمة السيبريانية العابرة للقارات، استصدر الاتحاد الأوروبي سنة 2016 توجيها
بشأن أمن الشبكات وأنظمة المعلومات. وفي سنة 2018 أصدر توجيها خاصا بحماية البيانات والمعطيات التحتية. هذه البنيات التحتية هي التي تشكل عصب موضوعي. لماذا؟ لأن إذا رجعنا إلى التطور التشريعي للأمن السيبرياني في المغرب سوف نلاحظ على أن خطاب جلالة الملك أيده الله ونصره سنة 2011 ركز على ضرورة اعتماد أمن سيبرياني. الكونفدرالية المغربية لناشر الصحف والإعلام الإلكتروني. طبعا حال مشاركة ديال الكونفدرالية في هذا الملتقى الخامس للأمن السيبراني هي نعتبر نحن من خلال المحاور التي تم طرحها نعتبرها ضمن الأسئلة والإشكاليات الراهنية التي تطرح نفسها على المشهد الإعلامي وعلى منصة التواصل الاجتماعي ولما لا على الصعيد الرأي العام الدولي. لماذا؟ لأن الآن بعد الكورونا تبين أن العالم أو عالم التكنولوجيا الأمريكي ستعرف يعني احتكارا وانتشارا وحضورا بشكل قوي إن على جميع المستويات. نحن شفنا الإشكالية ديال التعليم لما جات كورونا والتعليم عن بعد والصعوبات التي تلقاتها لا المؤسسات القيمة على هذا القطاع ولا كذلك التلاميذ بما فيهم الآباء والأسر المغربيين لقوا صعوبات على الحال أمام هذا الوباء باش يمكنوا من يندمجوا في إطار التعليم عن بعد. بالتالي فإن ثقافة التكنولوجيا الرقمية أصبحت الآن تفرض نفسها ونحن كإعلاميين عملنا على إعطاء يعني التصور ديالنا العام وكذلك من خلال المحاضرة التي تفضلنا بإلقائها والمتمثلة أساسا حول الإعلام الإلكتروني والعنف الرقمي وخلال المشاكل التي تم طرحها على مستويات المنصات الاجتماعية وما تسببت فيه هذه المنصات من إشكالات على مستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي وغير ذلك. وأعطينا أمثلة كثيرة عشناها داخل الوطن وبما في ذلك أمثلة أخرى خارج الوطن. فخلصنا في الأخير إلى أن نحن بحاجة إلى متلقي رقمي بحاجة إلى ثقافة رقمية أو مثقف رقمي بحاجة إلى رأي عام رقمي وهذا لا يمكن أن تنتجه الوسائل ديال الاتصال الرقمي والإعلام الرقمي بقدر ما يحتاج إلى منظومة شاملة خاصة على مستوى التعليم وكذلك البحث العلمي وعلى مستوى الثقافة بصفة عامة والمعرفة. تاريخنا الآن الدولة عليها أن تجد استراتيجية ومنهجية للمشي قدما في هذا التوجه من أجل إنتاج مجتمع مغربي قادر على احتواء التكنولوجيا الرقمية حتى يمكنه طبعا الحال أن ينفد إلى كل ما يحتاجه في جميع المجالات لا العلمية ولا الفكرية ولا الثقافية ولا الاقتصادية ولا الاجتماعية ولا غير ذلك. وكان هذا جزء من النقاش والعرض الذي تفضلنا به وشكرا. حسناء مزيدي نائبة المدير التنفيذي لفرع المغرب لمركز قادة التدريب للشرق الأوسط. اليوم احنا في المؤتمر الدولي الخامس من نسخته الخامسة، المؤتمر الدولي للأمن السيبراني وحماية المؤسسات من الاختراقات. طبعا المؤتمر كانت فيه مداخلات جد شيقة مع دكاترة وأساتذة ومهنيين وباحثين وأمنيين في المجال. والمؤتمر عنده أهداف كثيرة من بينها رفع التنمية والوعي في هذا المجال وخطورة طبعا المجال لما نعيشه في محيطنا. صرنا نعيش الجريمة الإلكترونية، هناك آليات لمكافحة هذا النوع من الجرم طبعا. وهناك محاور كثيرة في المؤتمر تطرقنا لبعض منها والباقي إن شاء الله سنستأنفه عن
في المرحلة الثانية إن شاء الله. شكرا لك. أستاذة بشرى البويري محامية بهيئة الدار البيضاء ودكتورة باحثة في القانون الإلكتروني، وكان لي شرف اليوم المشاركة في هذه المناسبة الوطنية الكبيرة التي تصادف الذكرى 45 للمسيرة الخضراء في المؤتمر الدولي الخامس المنظم حول موضوع الأمن السيبراني وحماية المؤسسات من الاختراقات. كانت مداخلتي حول الجريمة الإلكترونية وعامة والابتزاز الإلكتروني خاصة، لما تكتسيه هذا النوع من الجرائم من أهمية كبيرة، والتي أصبحت هذه الأهمية أكثر تكريسا في ظل جائحة كورونا التي أجبرت الجميع على التعامل والتعاطي مع الوسائل الإلكترونية والتقنية للتواصل الاجتماعي، والتي تصاحبها مجموعة من الجرائم الإلكترونية، لأنه كما تقدم لنا الثورة العلمية مجموعة من المكتسبات ومجموعة من الإيجابيات، فإن كذلك العالم الإلكتروني بكثرة التعاطي أصبح أرضاً خصبة للجريمة الإلكترونية. إذن بالنسبة لهذا المدخلة ديالي فهي تعلقات بمدى إمكانية القواعد القانونية والتشريعية سواء الموضوعية أو القواعد الإجرائية، إمكانية تعاطيها مع هذا النوع من الجرائم الذي يتميز باللامادية واللا محدودية الجغرافية وكذلك السرعة. إذن هذه المميزات أو هذه التحديات تجعل من هذا النوع من الجرائم جرائم صعبة التعاطي معها. أركانها بالفعل إذا كان أركان الجريمة التقليدية هي الركن الشرعي، لأنه لا جريمة إلا ولا عقوبة إلا بالنص، والركن المادي والركن المعنوي، فهناك صعوبة في تحديد أركان الجريمة الإلكترونية، لأننا نتحدث اليوم عن جريمة لا مادية، إذن هناك صعوبة في تحديد الركن المادي. الركن المعنوي هو موجود، كذلك هناك أركان ركن جديد أصبح مستحدثا أو ظهر بمناسبة ارتكاب الجريمة الإلكترونية، وهو الركن العلنية، وهو ركن تم التعرف عليه لأول مرة من خلال قرار لمحكمة النقد الفرنسية. إذن بصفة عامة هي الجريمة الإلكترونية هو موضوع مهم جدا، لأنه يهدد أمن المجتمع سواء الأفراد الأشخاص أو المؤسسات. إذن هو موضوع يجب أن نتعاطى له، ويجب أن نتحدث عنه، ويجب أن نبرز الإشكاليات الكبرى التي تواجه هذا الموضوع لنتمكن من التسلح بالوسائل الضرورية للتصدي لهذا النوع من الجرائم، والذي هذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق مقاربة تشاركية يتم إشراك الجميع فيها، سواء المشرع، سواء المؤسسات، قطاع العدالة بجميع مكوناته. يجب أن نتكلم اليوم عن شرطة قضائية إلكترونية متخصصة في المجال الإلكتروني، يجب أن نتكلم عن نيابة عامة متخصصة في المجال، قاضي التحقيق متخصص في المجال، قاضي الموضوع متخصص في المجال، لكي نتمكن من فهم خبايا هذا العالم الإلكتروني الذي لا زال يعدنا بالكثير. شكرا. محمد مصطفى، موظف سابق في الأمم المتحدة داخل الأراضي المحتلة الفلسطينية. المداخلة الخاصة بي اليوم هي عن العملات الرقمية ودورها في تمويل الإرهاب والمنظمات الغير شرعية.
هذا عالم جديد الآن، وإحنا بنفتح صفحة جديدة في العالم الرقمي وكذلك كمان في العالم الاقتصادي. ففهم العملات الرقمية هو جانب أساسي من فهم العالم الرقمي المعاصر، لأنه هي العملة والوسيط المالي الوحيد المعتمد ما بينهم. حتى وإن كانت أعمالهم غير شرعية، فبالنسبة لهم هذا وسيط مالي يمكن الثقة فيه. كذلك أنه هذا الوسيط المالي أصبح هو قادر على رفع العقوبات على بعض الدول، مثل الدول الواقعة تحت عقوبات الأمم المتحدة والعقوبات الاقتصادية الدولية. فنتمنى يكون اليوم إثراء جيد لهذا الجانب، وتكون مداخلتنا يعني خفيفة عليكم تعجب. إذا عجبك الفيديو خلينا إعجاب وتعليق، دير أبوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.